السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من موقع الرافدين نت، ونقرأ منه مقالا للكاتب طلعت رميح بعنوان العمى الطائفي المقيت. كان بإمكان حسن نصر الله أن ينطق بجمل غائمة حين الحديث عن المقاومة الوطنية العراقية التي اشتعلت ضد الاحتلال الأمريكي وأنهكته وأجبرته على إنهاء مرحلة الاحتلال العسكري المباشر. كان سيجد مبررا أمام رعاته بأنه لجأ لذلك مراعاة لحاجته للمساندة الشعبية في هذا التوقيت، إذ يهدد الكيان الصهيوني حزبه ولبنان بأن يكون الهدف المقبل، أو لأن ثمة بوادر ومؤشرات على قرار صهيوني أمريكي بإنهاء دور ولعبة نصر الله وأشباهه في المنطقة. لكن نصر الله أبى واستحكم عقله إلا أن يكون طائفيا كما كان دوما، فالطائفية مرض وغرض لم يكن مطلوبا ولا متوقعا منه أن يشيد بواحدة من أسرع وأقوى وأنبل أشكال المقاومة، وهو الطائفي المقيت الذي عاداها، بل أن يراعي طبيعة مصالحه في المرحلة الحالية. هو حر في أن يحيي من يريد، فالقتلة الطائفيون هذا ديدنهم، وهم أولياء بعضهم البعض. قد كان لازما أن يحيي إيران وأتباعها، إذ إيران حسب قوله الأشهر هي من تدفع مصاري ومعاشات أعضاء حزبه ومن توفر له السلاح، وكان لازما أن يحيي أتباعها إذ هم أركان المخطط الإيراني الطائفي الإجرامي في المنطقة، وحزبه وجماعته جزء منها. لكنه تعمد في الحديث عن العراق أن يعيد تكرار كلماته المسمومة وأكاذيبه وافتراءاته بشأن من قاوم الاحتلال الأمريكي وقدم التضحيات، وصار نموذجاً يحتذى في مواجهة الجيش الأقوى في العالم. وهو ما يكشف كيف هو طائفي مقيت، حتى وهو مقبل على احتمالات اغتياله أبى ألا يشهد شهادة صدق وهو في هذا الحال. وإلى صحيفة المدى، ونقرأ منها مقالا بعنوان ماذا أفضت انتخابات المجالس المحلية والصراع على مراكز النفوذ لا زال مستمرا. على ما يبدو أن نتائج الانتخابات غير المتكافئة للمجالس المحلية أو الاتحادية في العراق، وما يحيطها من لغط واعتراضات وصراع على تدوير المقاعد لأجل البقاء في السلطة سوف لن تأتي بجديد أو تنتج تغييرا سياسيا في أبعاده الثلاثة، التشريعي والتنفيذي والقضائي، طالما يعمل العقل في دائرة ضيق الأفق السياسي وتغليب المصالح الخاصة. في الدولة المدنية التي تحكمها قوانين وقضاء يصون الدستور ونزاهة الانتخابات، سيكون على الحزب الذي يفوز ممارسة مهامه من خلال مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية، وفي مقدمتها تنظيم العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع دون تمييز، بعيداً عن مصالح الحزب الفئوية والعقائدية. لكن على ما يبدو أن نتائج الانتخابات غير المتكافئة للمجالس المحلية أو الاتحادية في العراق، وما يحيطها من لغط واعتراضات وصراع على تدوير المقاعد لأجل البقاء في السلطة سوف لن تأتي بجديد أو تنتج تغييرا سياسيا في أبعاده الثلاثة، التشريعي والتنفيذي والقضائي، طالما يعمل العقل في دائرة ضيق الأفق السياسي وتغليب الديماغوغية الفكرية على الفلسفة الواقعية. ونقرأ مقالا بعنوان لا تتركوا جنوب أفريقيا وحيدة، للكاتبة لميس أندوني بصحيفة العربي الجديد، وجاء فيه بغتت جنوب أفريقيا إسرائيل بفتح جبهة قانونية ذات أبعاد سياسية دولية كانت غير متوقعة، بتحريك دعوة ضد الدولة الصهيونية
أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكابها جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهي معركة كانت إسرائيل تسعى جاهدة لكي تتجنبها بكل ما أوتيت من قدرات دبلوماسية ومالية حتى تتمكن من تنفيذ مشروعها بدون عرقلة عائق قانوني أو أخلاقي، بدعم كامل من الولايات المتحدة وبعض حلفائها الغربيين. يجب عدم ترك جنوب أفريقيا في هذه المعركة وحيدة، فإسرائيل تجند كل إمكاناتها للدفع بإصدار قرار قضائي بوقفها قبل الدخول في نقاش جريمة الإبادة الجماعية، وهي تخشى بشدة من أن تطالب جنوب أفريقيا بالإجراء الاحترازي الذي يسبق الشروع في المحاكمة، اتخاذ إجراءات عاجلة تطالب فيها إسرائيل بوقف إطلاق النار فوراً حتى لا تقدم على مزيد من جرائم الإبادة، على الدول العربية الموقعة على اتفاقية الانضمام إلى محكمة العدل الدولية الانضمام على الفور إلى دعوى جنوب أفريقيا، وعلى غير الموقعة تقديم كل الدعم السياسي واللوجستي الممكن. وقرار الأردن إعداد ملف للقضية أمر جيد، لكنه لا يعوض عن انضمامه إلى القضية، فالمعركة بالنسبة للعالم العربي المهدد من إسرائيل مصيرية، والتخاذل عن التصدي لجريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية يصبح تواطؤاً في التغطية على جميع جرائم إسرائيل. وإلى موقع عربي 21 ونقرأ منه مقالا للكاتب عادل بن عبد الله يقول فيه: علينا أن نعترف بأن ثمة أو نقطة التحول المركزية في مواجهة مشروع الاستبدال العظيم بالمعنى الصهيوني الداعم للكيان، فطوفان الأقصى هو المقابل الموضوعي لمشروع القرن المدعوم من لدن محور التطبيع، وهو محور الثورات المضادة ذاته، باعتبار ذلك المشروع هو مجرد لحظة من لحظات تصفية القضية الفلسطينية في غزة، تمهيداً لاستهداف الضفة الغربية وتهويد كل فلسطين، بل كل العالم العربي بمنطق التطبيع. فإسرائيل الكبرى لا تحتاج إلى احتلال العالم العربي احتلالاً مباشراً، إذ يكفيها أن تهيمن السردية الصهيونية على هذا الفضاء بمعنى التطبيع أو الديانة الإبراهيمية أو التسامح بين الأديان. أما العرب والمسلمون فقد أثبت لهم طوفان الأقصى أن بلدانهم مجرد محميات أو ملحقات وظيفية بالغرب، وأن مفاهيم السيادة الوطنية واستقلالية القرار والانحياز للحق الفلسطيني وغير ذلك من أسس الشرعية ليست إلا تلبيسات لا تتجاوز قيمتها قيمة حل الدولتين المستحيل واقعياً. ولا شك عندنا في أن الاستبدال العظيم هو مشروع كوني لا يمكن الجزم بمساراته، وإن كنا نستطيع الجزم من منطلق إيماني أو من منطلق الثقة في عدالة القضية أو حتى من منطلق استقراء قوانين التاريخ والجغرافيا بمآلاته أو نهاياته ولو بعد حين. تحرير الإنسانية من تأله الإنسان الغربي وصنيعته الصهيونية والمتصهينة. ونقرأ من بعنوان تهجير في الضفة الغربية خلف ستار الحرب على غزة للكاتب نبهان خريشي يقول فيه: تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن ومن قطاع غزة إلى مصر عاد إلى الواجهة من جديد بعد الغزو البري الإسرائيلي للقطاع غزة عام 2023. لقد استغل المستوطنون هجوم السابع من أكتوبر وما تلاه لتنفيذ هجمات منظمة وحملات تهديدية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفي اليوم التالي للهجوم على مستوطنات غلاف غزة نشر المستوطنون منشورات ورقية وأخرى عبر شبكات التواصل تتوعد الفلسطينيين بالجحيم إذا لم يرحلوا من الضفة، تضمنت عبارات تذكرهم بنكبة عام 1948 جاء فيه: أنتم من بدأتم الحرب، لذا فاستعدوا لمواجهة نكبة جديدة، ابحثوا عن مكان آخر للعيش، نحن نمنحكم فرصة للهروب إلى الأردن الآن على نحو منظم، لأننا سنبيدكم ونطردكم بالقوة من أرضنا، لذا يستحسن أن تحزموا أمتعتكم بسرعة ولا تنسوا أننا حذرناكم.
تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن ومن قطاع غزة إلى مصر عاد للواجهة من جديد بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة، حيث أجبرت آلة الدمار العسكرية الإسرائيلية البرية والجوية والبحرية مئات الآلاف من الفلسطينيين من شماله ووسطه إلى النزوح إلى جنوبه، تمهيداً لإجبارهم للنزوح في هجرة جديدة إلى شمال سيناء، كما أشارت لذلك تصريحات أكثر من مسؤول سياسي وعسكري إسرائيلي مستدلين بالنموذج السوري للتهجير لتركيا ولمناطق في شمال سوريا والأردن، وطالبوا مصر بتوطينهم في سيناء، كما طالبوا المجتمع الدولي ودول عربية بتمويل هذا التوطين. وعلى الفور أعلنت مصر عن رفضها للمشروع وشددت من إجراءات الدخول إلى أراضيها عبر معبر رفح. والآن مشاهدينا إلى فقرة الكاريكاتير. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبدا. كل العرب نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. إرسال رفات بشر إلى القمر يثير غضب سكان أمريكا الأصليين. أثارت فكرة نقل مركبة فضائية أمريكية خاصة رمادة عدد من الموتى إلى القمر غضب قبيلة نفهو المنتمية إلى الهنود الحمر الأمريكيين، التي رأت في هذه الخطوة المربحة ماليا للشركة تدنيسا لمكان تصفه بأنه مقدس لثقافات قسم من سكان الولايات المتحدة الأصليين. وكتب بوني غرين رئيس أمة نافاهو إحدى أكبر القبائل في الولايات المتحدة أن القمر جزء من تراثنا الروحي وموضع تبجيل واحترام، كما له مكانة مقدسة في ثقافات كثر من الأمريكيين الأصليين. وفي رسالته التي أرسلها نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي إلى وزارة النقل الأمريكية ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا، طلب تأجيل الإقلاع المقرر الشهر المقبل. وردت وكالة الفضاء الأمريكية التي ترسل بنفسها تجارب علمية على متن هذه المهمة الخميس، مؤكدة أنها ليست مسؤولة بصورة مباشرة عن المهمة التي يتولاها القطاع الخاص. وأكدت شركة سيليستيس لوكالة الصحافة الفرنسية، أكدت أنها سترسل جزءاً رمزياً من الحمض النووي أو بقايا جثث 69 شخصاً محترقة على متن مركبة الهبوط على القمر. والآن مشاهدينا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
السلالة ديت نادرة جدا، حتى على مستوى العالم بتبقى نادرة جدا. بتتخصص الأكل بتاعها، هي طبعا غير إن هي شكلها حلو، اللحم بتاعها طبعا من أفضل أنواع اللحم اللي موجودة في العالم بالنسبة للدجاني. استوردناها من بره وبدأنا نعملها إكسار هنا في مصر. القصة بدأت معايا ان انا لما جبت السلالات، شوية من السلالات ديت لقيت عليها ضغط ان في ناس بتطلبها كتير، في مطاعم بتطلبها، كان بتيجي طبعا من بره باسعار شوية اغلى من هنا. لما عملنا لها اكسار بدأ السعر بتاعها نزل، بقى سعرها الى حد ما كويس بالنسبة لمصر، بالنسبة للسعر اللي كانت بتيجي من بره بيه. فالحمد لله بدأنا نكتر فيها، في مطاعم بتاخد مننا، في فنادق بتاخد مننا، لان مش موجوده كتير حتى في مصر. دلوقتي واقفين في معمل الإكسار، احنا بناخد الكتاكيت من الأمهات علشان نراعيها أحسن رعاية. بناخد البيض وبنطهره وبنترخه وبندخله في الفقاسة الأوتوماتيك لغاية لما بيجي معاد الفقس بتاعه، وبيتحط في الحضانات عشان يتحط في أحسن ظروف طبيعية له على ما يكبر، عشان يقدر يوصل للظروف اللي يقدر يتحمل فيها درجة الحرارة الجو بره، وبعد كده بيطلع بره سواء عندنا هنا في عنبر التسمين أو هو اللي عايزه. شكرا على طيب المتابعة ونلقاكم على خير.